معانا اول سؤال، سيده بتسال ان هي كانت ماجره مكان يعني لشخص يعني محل كوافير، وكان قعد سنه ما يدفعش الايجار، وبعد كده رفعت قضيه وتمام حكمت لها المحكمه بالاستلام ان هي تاخد المكان منهم. ماشي. ايه اجراءات استلامها للمكان ده؟ وهل من حقها ان هي السنه اللي ما كانوش بيدفعوا فيها الايجار تاخد الايجار؟ اه طبعا. منهم بأثر رجعي، ولا تحتفظ بالحاجة اللي موجودة في المكان بعد التوضيب والإنشاءات؟ طيب شوفي، هنتكلم فيها واقع عملي. سنة الحك هي دي اللي هو ايه، الكوافير اول ما يلاقيها ينفذ عليها يلم حاجته ويخلع، فمش هتعرف تحتفظ. بس هو ملمش، يعني هو بتقول ان هو ملمش حاجته والمكان مقفول. شوفي، هو في طريقين. هي ممكن ترفع دعوة لانه حقها في الأجرة ثابت، مفيش خلاف. حقها في الأجرة ثابت وتاخد هذا الحق، مفيش أي خلاف. قدرت بقى تحجز على المنقولات اللي جوه، دي صعبة شوية، وبعض الأوضاع ما بيدوهاش. يعني المنقولات دي من حق الناس اللي كانت المنقولات مأجرة. طالما ما صدرش قرار بالحجز بيها هي من حق المؤجر. أنا ما أقدرش، دي منقولاتك. طب هل هم في أي وقت يقدروا يروحوا ياخدوا حاجاتهم من المكان، ولا الشخص اللي كان مؤجر وما كانش بيدفع الإيجار؟ طيب أنا هشرح لحضرتك إيه اللي بيتم في الحتة دي. اللي بيتم في الحته دي انه اللي بياخد حكم ده بيروح ينفذ، تمام؟ لو راح بيقابل الشخص، المفروض المحضر يقابل الشخص. طيب الشخص راح قافل ومش بيقابلهوش، بيحصل ايه؟ بياخد حاجه اسمها، يرجع لقاضي التنفيذ. قاضي التنفيذ يقول له اعمل لي استعلام مين اللي موجود جوه، والعين ولا مش مقفوله، ونعمل دراسه ونجيب بعد كده نجار ببطاقته يبقى مكتوب نجار يكسر ويدخلني. يدخلني انا بقى صاحب المحل. تمام؟ هجرد المحضر ده، بيجرد كل الحاجه ويسلمهاني انا صاحب المحل على سبيل الامانه، بقت امانه عندي. لصاحب المحل. امانه. امانه للراجل. انت بقى روح ارفع دعوه بقى، قول له انا عايز اجرتي واعمل بقى وخد، لكن المنقولات اللي في المحل مش من حق المالك. الا لما ياخد بيها حكم. لكن طول ما هو ما فيش اي حكم هي من حق المستاجر، حتى لو المستاجر ده عليه 100,000 جنيه. طب اجراءات كمان عشان قيمتها الماديه، المفروض هو اصلا بعد كده بيشكل لجنه، مش انا اللي اتصرف فيها حتى لو كنت انا بتاعتي على سبيل الامانه او معايا على سبيل الامانه. انت ما تقدر، انت كده لو بدتها تنزل جنح التبديل. المالك ينزل جنح التبديل. طيب والايجار السنه اللي ما كانش بيدفع يرفع ده قضية وياخده باثر رجعي. ما فيش مشكله، ما فيش اثر رجعي بقى، يعني ياخده عن الفتره. يعني الفتره بتاعت السنه دي ياخد الايجار من يوم ما امتنع ليوم ما خرج. ياخد الايجار، لان القضيه قعدت في المحكمه مثلا سنه وهو ما كانش بيدفع قبلها بسنه، فبقينا سنتين. ياخد بقى طبعًا مده السنتين. طبعا ياخد. واستلام او اجراءات وينفذ بقى يحجز على المنقولات اللي تحت ايده. يروح الكوافير ده عنده عربيه يروح يحجز عليها، عنده فلوس في البنك يحجز بحاجه اسمها حجز مالي المدينه لدى الغير. يعني الحجوزات ليه كافه الطرق اللي يلاقي فلوس يحجز. طب بمجرد ما المحكمه تحكم بانه فسخ العقد ده، صاحب الملك بيقدر ياخد ازاي المكان؟ ما هو بقول لك بيروح ياخد صيغه تنفيذيه على الحكم بعد ما يبقى الحكم ده نهائي. تمام؟ بناخد الصيغه التنفيذيه دي وبنروح للمحضر في كل محكمه، في محضر اسمه محضر التنفيذ، ونعمل اجراءات التوكيل بالتنفيذ للمحضر التنفيذ ده، ويبدا المحضر التنفيذ ياخد اجراءاته وينزل يخبط، لقى الراجل يقول له عليك حكم اتفضل اطلع. من حق الراجل يستشكل. يعني ايه استشكل؟ يقول له لا انا بستشكل في الحكم ده. ليه حق الاستشكال الاول يوقف التنفيذ. يعني اول استشكال يوقف التنفيذ. القاضي المحضر بيعمل ايه؟ يقول له عايز تستشكل، اوكي، يحدد له جلسه اسبوع بعد اسبوع بعد 15 يوم، تمام، ينظرها قاضي التنفيذ الجلسه دي ويقول له انت بتستشكل ليه؟ عايز ايه؟ يقول له لا اصلي بنسبه 99% الاستشكال ده بيترفض، والقاضي بيدي استمرار في التنفيذ. الا لو في حاجه مهمه في الاستشكال يعني. تمام؟ لما بيدي استمرار في التنفيذ بيطلع تاني المحضر يقول له يا عم هتسلم. لو ما لقاهوش يدخل بالقوه، من حقه، لانه بيجيب معاه قوه من التنفيذ. من الاسم لقاه مقفول، زي ما بقول لحضرتك بيرجع للقاضي وياخد امر بالتحري وبعد كده امر بالكسر ويستلم الحاجه بعد كده. حلو قوي.